وخصوصا في الضربات النتيجه هو خرجوا هذوك الدراري ديال الملعب ديال الامام مع ملعب العباد اللي دخلوا معهم في مواجهه اداميه مع العلم باننا ما عمر ما تسجل علينا اننا لحقنا بالضرر بالملك العام او الضرر باي كان معركه ميداليه دائما حضاريه تعتبر المغرب من خلالها ونسجل في القوه المجتمعات الكيديه والسوريه التي طالت اساتذه ويستاذ قلبهم الوحيد قلبهم الوحيد انهم تنادوا بالاساس عليكم انتوما تنادوا على ابنائكم لان اللي ما معنا لان الوزير ما معناش الان الوزراء تصيفطوا ابناء الروم ابعاد الطلاب الى الخارج حين اننا ابناء ابناء الفقراء احنا مسموعين هنا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا امتثالا لبيان ختام التنسيق الوطنيه جسد التنسيق الجوي لجهه ضرب 16 وقفه امام اكاديميه تم المنع ديالها وهذا كان الامر المتوقع. الان للاسف الشديد كاين الهجمات على مستوى والهجوم على مستوى مجموعه من الجبهات. يوم امس خرج ناطق رسمي من الحكومه بيتاس يقول بانه الاساتذه مفروض عليهم التعاقد او كانت التنسيقيه تتساهم بهدر الزمن المدرسي وهي المساهم في الشغب. واش حنا اللي غنمشينا قلنا للفريق جيش الملكي والجمهور ديال الجيش الملكي هو اللي يدير الشغب؟ هذا اشكالي كبيره. الا ما قادرش تستوعب المفهوم ديال البيان الختامي ديالي اللي تحمل دلالات سياسيه ومفاهيم اقتصادي ومفاهيم اجتماعي بحكم ان هذا مخطط ماشي هو امر عادي لان مخطط التعاقد جاء عن طريق املاءات البنك الدولي وبطبيعه الحال لجان تشتغل على مستوى النقد الدولي بالاضافه ان السياق الاجتماعي هو ضرب الوظيفه العموميه والسياق الاقتصادي بطبيعه الحال هو اصلاح صندوق التقاعد الوطني بالجيوب ديالنا. نمشيو لهذ المساله اخرى، المساله الاخرى اللي تساهم فيها للاسف الشديد فدرات جمعيه اولياء التلاميذ عبر بلاغه ديالها في طنجه وفي الشاون اللي تتهدد الاساتذه لتهديدات واهية تنقول بانه الى جينا نحلوا الملفات ديالكم راه غنلقاو الكوارث على مستوى مجموعه من الاقاليم. لهذا راه التنسيقيه قادره تحل الملفات ديال جمعيه الاولياء التلاميذ على مستوى مجموعه المؤسسات وقادره تصدى المجموعه من الامور. الا كان تهمكم التلميذ على الاقل وفر ليه طاوله مريحه ليه، على الاقل وفر ليه قسم فيه 20 في التلميذ في القسم، على الاقل وفر ليه مرافق رياضيه، مرافق ثقافيه، على الاقل وفر ليه طباعه، طابعه انه يطبع تمارين، يطبع الفروض. حنايا استاذ راه تنطبعوا من جيوبنا التلامذ.
كون ما بغيناش لهم الخير ما نطبعوش من جيوبنا التلامذ الفروض التمارين ومجموعه من الاشياء. لكن من يريد الخير لهذه البلاد راه معروف، من يريد الشر هو معروف. الا كنت تتامل بان التلميذ باغي ليه الخير على الاقل وفر ليه بيئه ملائمه، نهار يتزاد اعطيه منحه للام ديالو، منحه نهار يتزاد لذاك الرضيع اعطيه منحه ديال الرضاعه، اعطيه منحه ديال الاكل، اعطيه منحه ديال الشرب، ماشي حتى دابا يبان لك مصلحه التلميذ. ولكن تنقولوا بان قدمنا اعتقالات، قدمنا مصابين، الان 45 تم الحكم ديالهم، استاذه 3 اشهر نافذه، 44 متابع، شهرين موقف التنفيذ مع غرامه ماليه، والان 10 اساتذه على مستوى تتحاكم على مستوى محكمه الاستئناف قسم الجنايات، و15 اخرون على مستوى محكمه الابتدائيه. اذا شكون اللي هو المعرض للتهديد؟ وشكون هو اللي تتم اراقه الدماء ديالو في شوارع الرباط؟ نحن ام هم؟ ولكن نقول بان ما بقاش عندنا بديل الا الاضراب. وتنقولوا بان التلامذ عذران وخاصهم يفهموا الصيروره ديال العمل اللي دار التنسيق الوطنيه، هذا الشيء راه في مصلحتهم باش يلقاو مدرسه عموميه لهم، وباش يلقى انه يقرا في قسم 20 تلميذ في القسم ماشي 55، ويلقى مرافق صحيه ملائمه له. وتحياتي. وانواع الامن الان مطوقه للشكل النضالي، وايضا كل المتابعات الكيديه التي لحقت اكثر من 44 استاذ واستاذه باي حوار وباي شكل وباي اطار يمكن ان نجلس الى طاوله الحوار. وكيف للناطق رسمي باسم الحكومه يتحدث بسلسله الحوارات وهو ماضي في تاسيس ما يسمى بالقانون الاساسي المحفز المؤطر او ما شابه ذلك. نقول بان مطلبنا عادل، واي حل خارج الادماج اصلك الوظيفه العموميه فهو حل لاغي ولا يمكن ان نقبل به، لاننا متشبثون بحقنا المشروع الوحيد والاوحد والادماج في اسلاك الوظيفه العموميه. معكم الاستاذ عادل عيسى منسق الجهوي لجهه الضرب ضاستات، فدامت كل المنابر الحره مخلله لكل الاشكال النضاليه للتنسيقيه الوطنيه لفرض التعاقد. تحيه نضاليه من داخل التنسيقيه الوطنيه اسد فرض عليهم التعاقد. الشكل ديال اليوم جا كاستمراريه للبرنامج النضالي اللي صدر المجلس الوطني، كذلك وهو تمديد الاضراب اللي بدا من 28 مارس الى غايه اليوم، وهو من 28 عفوا فبراير الى غايه اليوم، وهو للتنديد بالاحكام السوريه الصادره في حق الاساتذه المفروض عليهم التعاقد، حيث تم اصدار حكم ديال شهرين موقوف التنفيذ مع غرامه ماليه في حق 44 استاذ، وكذلك 3 اشهر نافذه في حق الاستاذه نزهه مجدي. وكذلك تمت متابعه مجموعه امام محكمه الجنايات. من هذا المنبر نندد بهذه الاحكام السوريه ونطالب الدوله التراجع على هذه الاحكام والتراجع على هذه المتابعات، لان المكان الحقيقي للاستاذ هو القسم، ونطلب من الوزاره الوصيه الجلوس معنا لطاوله الحوار ومحاوله ايجاد حل نهائي لهذا الملف الذي عمر طويلا. وتحياتي. تحيه نضاليه لجميع الحضور اللي جسدوا هذه الوقفه، تحيه لنقابه اف ان او والاسد المفروض عليهم التعاقد بجميع المدير 16 المديريات اللي جسدوا هذه الوقفه. الان علينا حمله اعلاميه، وكاين هناك واحد المخطط بان الاساتذه هم الذين يساهمون في الهدر المدرسي، الهدر المدرسي للتلاميذ. نحن في بدايه النضال نضلنا في ايام العطل في السبت والاحد لمده سنه كامله ولا من يسمع صوتنا. اذا الحكومة الأولى عبد الإله بن كيران والحكومة الثانية سعد العثماني والحكومة عزيز أخنوش، الصوت ديالنا بحال ما مسموش عندهم. الآن كنقولوا لا حوار في ظل المعتقلين مع هذه الوزارة، لا حوار مع الحكومة إلا في ظل براءة إعلان القضاء براءة جميع المعتقلين. نحن كأسد نفرض علينا التعاقد، راه لا مفر على الادماج في الوظيفه العموميه. وتحيه للمنابر الاعلاميه الحره. فاطمه زهراء مزقار عن مديريه برشيد، وبالضبط ثانويه ولاد حريز الغربيه بحد سوالم. تحيه نضاليه عاليه لجميع الاساتذه الذين حضروا في هذه الوقفه، والتي عرفت حضورا وازنا واظهرت اللحمه التي وجب توفرها وتواجدها وجب ان تتواجد لدى الأسرة التعليمية. فهذه الوقفة حضروا أساتذة مرسامون وأساتذة مفروض عليهم تعاقد، وهذا كيبين أنه الجسد التعليمي هو جسد واحد، إذا تضرر عضو يتضرر سائر أو باقي أطراف الجسد. ثانيا ندين وبشدة ونستنكر المحاكمات السورية التي
والأحكام الجائزة التي أعدت لمناضلينا من داخل الإطار العتيد التنسيقي الوطني للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد. وكنقولوا أن الأستاذ مكانه هو القسم، ماشي المكان ديالو هو ماشي المكان ديالو هو السجن، ماشي المكان ديالو هو المخافر ديال الشرطة. وكنتمنوا هذا الشيء سالي بسرعة، وكنتمنوا أن الدولة تستجب المطلب ديالنا هو الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية. وشكرا.